جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان، وحشتونا جدا. بداية موسم جديد للموسم الثاني، السيزون الثاني مع جي ال سي، بالتأكيد من خلال يلا كورة وفي برنامج في كتفك يا أهلي. هنبدأ موسم مش عارفين هيخلص امتى، بس هنبدأ معاكم من أول شهر أكتوبر. هو الموسم طويل، عندنا الدوري الإفريقي، عندنا دوري أبطال إفريقيا، الدوري، الكاس، كأس العالم للأندية. جماهير الأهلي هذا الموسم على موعد مع أحداث رياضية كبيرة جدا. من خلال برنامج في كتفك يا أهلي عندنا كل التفاصيل الخاصة بالأخبار، بالكواليس، تحليل فني مهم جدا لفريق الكورة خلال المراحل اللي جاية والمباريات القادمة. بالتأكيد في البداية هيكون من خلال زميلي كريم سعيد. كريم، مساء الفل. مساء الفل يا محمد، كل سنة طيب، وكل سنة وكل متابعي يلا كورة وجماهير النادي الأهلي على وجه التحديد بخير. طبعا الموسم الثاني من برنامج في كتفك يا أهلي مع جي ال سي، نتمنى طبعا إن شاء الله إن احنا نقدم حاجة كويسة وجميلة والناس كلها ترضى عنها زي ما كانوا راضيين الحمد لله على الموسم الاول من في كتفك اهلي. وان شاء الله السنه دي هتشوفوا حاجات جديده وكتيره معانا، وحتى اسلوب العرض وحاجات كتيره ان شاء الله باذن الله باذن الله في الموسم ده هنغيرها. الموسم الاول كانت النتيجه 5-5 العلامه الكامله. الموسم الثاني بادئين معاك اهو مع بدايه الدوري العام، رحيل للسوبر ليج، بعد كده دوري ابطال افريقيا، عندنا كاس العالم للانديه. فان شاء الله باذن الله من خلال برنامج في كتفك اهلي مع جي ال سي ويلا كوره تبقى العلامه الكامله خلال هذا الموسم اللي مش عارفين يا كريم هيخلص امتى. صحيح، ده واحد من المواسم طبعا احنا اتكلمنا عليها كتير، يعني قلنا الموسم ده موسم صعب في الاجنده بتاعته، فمش عارفين بصراحه، يعني صعب جدا جدا اي حد يتكهن الدوري مثلا هيخلص امتى. يعني تخيل مثلا الدور الاول من الدوري حسب الاجنده المحطوطه هيخلص اخر مارس. لك انت تخيل اخر مارس ده بالنسبه للفرق كلها، لكن للاهلي بالمؤجلات داخل في ابريل. الله اعلم. يعني ما بالك بقى دور تاني كامل لكل الانديه هيبدا من 1 ابريل يخلص امتى؟ الله اعلم. يعني مش قبل شهر 8-9، مفيش اجازه صيفيه السنه دي. لا مستحيل، لا الصيفيه فين؟ انت عندك يورو وعندك كوبا امريكا وعندك اولمبيكس ليله طويله. ليله طويله سعادتك. السنه دي مساله مختلفه. طيب في كتفك يا اهلي، وهنبدا مع الاهلي. 6 نقاط من مباراتين، العلامه الكامله في اول لقاءين برصيد اهداف مميز جدا، الفوز على سان جورج في دوري ابطال افريقيا مباراتين في القاهره برضو بنتيجه سكور كبير، التاهل لدور المجموعات. عندك كلام في الدوري، عندك كلام على قرعه افريقيا، نبدا بايه؟ طبعا خلينا نتكلم من النادي الاهلي. واضح جدا ان الفريق اداؤه وسرعته والديناميكيه بتاعته في نص الملعب بتتطور بشكل كبير. النادي الاهلي تخيل يا جماعه اول اسبوعين في الدوري 7 اهداف فرقتين مش قليلين، يعني نتكلم على النادي المصري والنادي الاسماعيلي، يعني دول فرقتين. النادي المصري على وجه التحديد يعني اعتقد اتصرف عليه في الصيف مبالغ قويه جدا، سواء على يعني مع مستوى تدعيم الثلاث خطوط اكيد، يعني الفريق بصراحه اتصرف عليه كويس قوي من الاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي. لكن الفريق منيا طبعا بهزيمه كبيره قدام النادي الاهلي برباعيه نظيفه، النادي الاسماعيلي برده منيا بهزيمه كبيره قدام الاهلي، بقول كبيره من 3 اهداف بنتكلم في ساعه واحده 60 دقيقه، يعني 60 دقيقة النادي الاهلي خلص زار شباك نادي اسماعيلي 3 مرات قتل الماتش، يعني فعليا الماتش خلاص، يعني ما بقاش فيه اي تنافسيه. فده بيوريك قد ايه ان الفريق في الديناميكيه بتاعته بيتطور، خصوصا بعد دخول طبعا امام عاشور لنص الملعب، واحنا اتكلمنا على امام عاشور كتير، وطبعا ان شاء الله ربنا يشفيه من الاصابه اللي لحقت بيه. بس اكيد بدايه الموسم بدايه جيده ومبشره لما هو آتي، وطبعا اللي هو أكيد 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 بداية التقييم القوي بقى هيبدأ أكيد مع مباراة سيمبا في انطلاق دوري السوبر الأفريقي. أكيد إحنا هنتنقل معاكم من كل حلقة للتانية في بطولة غير البطولة اللي بنتكلم عليها، يعني دلوقتي بنتكلم على الدوري، ممكن الحلقة الجاية بنتكلم على السوبر ليج دوري أبطال إفريقيا، بس عشان نرجع نتكلم على الدوري يا كريم مش قبل آخر 11. أكيد يعني لسه بدري. لسه بدري، الدوري هيقف، الدوري قفل بالنسبة للأهلي، قفل شوية طبعا بسبب طبعا توقف الدوري للمنتخب، وبعد كده طبعا مشاركه النادي الاهلي في دوري السوبر الافريقي، وطبعا على 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 مدى التاهل على مدى الكلام، يعني صحيح. عدينا ان شاء الله باذن واحد احد نعدي سيمبا في دور الثمانية، خلاص يبقى احنا كده اوت من اي حاجه لغايه بدايه نوفمبر. انك هتلاعب سان داونز برده، اكيد هتلاعب سان داونز يعني في وجهه نظري، يعني اكيد اكيد يعني. طيب. سان داونز يعني السنه دي برده كويس، يعني كان بيراهن السنه اللي فاتت سان داونز في بطوله افريقيا. يا راجل بالله عليك، هو كان ينفع سان داونز يخرج من السيمي ده؟ يعني مشجعين الوداد نفسهم كانوا مصدقين ان هم جابوا هدف التعادل في السنه دي كلها مفاجآت. انا متوقع السنه دي كلها مفاجآت على المستوى الافريقي. لا بص عامه كلنا متفقين سان داونز من احلى الفرق الكرويه في افريقيا، بس اكتر فريق في افريقيا ما بيعرفش يفنش، هو يعمل كل حاجه صح في البطوله من اولها لغايه الخطوه اللي قبل التتويج. التتويج
حتى لو تفتكروا مثلا الـ يعني في كذا بطوله كان بيوصل لدور الثمانيه ودور السيمي فاينال او حتى بعد كده خلاص. هو فريق ما بيعرفش يفنش. المره الوحيده يعني اللي هو قدر يفنش فيها كان على حساب نادي الزمالك لما كسبوا في فاينال 2016. انما سان داونز فعلا من الانديه اللي ما عندهاش خبره او اللعيب او المنظومه نفسها فعلا. احنا بنتكلم على اجيال مختلفه يا محمد، ما عندهمش خبره ازاي البطولة. يفنشوا بطوله. هم بيلعبوا بسيستم واحد، انا بلعب بسيستم واحد وخلاص. لا، البدايه ليها اسلوب، النوك اوت له اسلوب، الفاينل ده لوحده ليه اسلوب تاني، ده ليه اسلوب تاني خالص. لسه خسرانين على فكره في كاس ام تي ان من اورلاندو بايرتس. أيوه. خسروا بضربات الجزاء. يعني بقول لك اهو، هي هم دي مشكلتهم. هم لازم اوكي اللعب الحلو جميل مطلوب، الفرجه والتيكي تاكا والحاجات دي كلها جميله أكيد. كلنا بنحبها، لكن البطولات تاتي بالتاكتكس. طيب تعالى بقى نروح بسرعه لقرعه دوري ابطال افريقيا. يلا بينا. الاهلي معاه شباب بولزداد، يانج افريكانز، وميدياما بطل غانا. شباب بولزداد فريق قوي. نعم. عنده لعيبه جايين من منتخب الجزائر، ما بينضموش دلوقتي، بس فرقه عندها لعيبه خبرات. يانج افريكانز وصل نهائي الكونفدراليه. ميدياما فريق شاب لسه جديد، بس المجموعه تقييمك ليها بالمعطيات دي؟ طبعا انا بصراحه المجموعه انا سعيد بيها، يعني مجموعه متوازنه جايه في وقت كمان في موسم انت هتبقى مضغوط جدا، وما عندكش مساحه انك تلعب مباريات، مش هقول قويه، مباريات مثيره على السوشيال ميديا. تاني اهو مباريات مثيره على السوشيال ميديا، مفيش مباريات خارج الملعب. يعني بص كده مثلا، بص كده القي نظره على مجموعه الترجي والنجم الساحلي والهلال السوداني. بخلاف القوه يعني ممكن يعني نتفق او نختلف على قوه الثلاث فرق، ان هم برضو عندهم مشاكل فنيه كتيره اكيد، بس لك ان تتخيل المجموعه دي بره الملعب على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا هتبقى عامله ازاي؟ وما ادراك ما جماهير الهلال. سيبك من الهلال، حط دلوقتي الهلال على جنب، الترجي والنجم الساحلي حدث ولا حرج، زي اهلي وزمالك، كلاسيكو تونس الشهير بين تونس العاصمه ومدينه سوسه الساحليه. وطبعا الترجي والنجم الساحلي دايما انا يعني الاخوات اللي بيترشقوا، الاخوتين لسه طبعا كلنا اخوات، بس الاخوات اللي بيترشقوا كتير مع بعض. ما بالك بقى الترجي والهلال، وطبعا هم ما بينهم برضو يعني في تاريخ سوابق في دوري ابطال افريقيا. حتى النجم الساحلي، النجم الساحلي افتكر له ماتش مع الهلال السوداني كان في السيمي فاينل اعتقد بطولة 2007 لو تفتكر يا محمد. فاكر لما نجم طلع الهلال؟ نجم ساعتها الهلال كان فرقة قوية جدا، الهلال كان مع الاهلي في المجموعة وكسبونا في الخرطوم 3-0. فساعتها النجم الساحلي عمل يعني مباراتين، وبرده كان فيهم برده يعني ايه شوية كده شوية سسبنس، شوية حاجات سبايسي يعني. فمجموعة قوية جدا. انا في وجهة نظري الاهلي ما كانش محتاج خالص الجو ده، الحمد لله بجد. لكن هل المجموعة ضعيفة؟ لا. ميدياما فريق غاني، فريق ممكن اسمه لسه اول مره اسمعه، لكن مطلع مين؟ مطلع حوريه كوناكري اللي كان في احد السنوات القريبه لاعب النادي الاهلي في دور الثمانيه. مظبوط، دور الثمانيه دوري ابطال افريقيا، يعني اسم كبير. بنتكلم على يانج افريكانز طبعا القطب الثاني في تنزانيا مع سيمبا، وبتشوفوا دايما هناك حتى عندهم لقطه لطيفه، يانج افريكانز لو بيلعبوا مثلا فريق من خارج تنزانيا جماهير سيمبا بتروح تشجع الفريق، بتملى نص الملعب، بيروح يشجعوا الفريق بيلعب يانج افريكانز. والعكس صحيح، لو الاهلي مثلا بيلعب سيمبا، لما الاهلي كان بيلعب سيمبا جماهير يانج افريكانز كانت بتروح تشجع الاهلي. ده العاده عندهم يعني. بس برضو نبص يانج افريكانز خرج مين؟ المريخ. خرج المريخ السوداني، مش فريق قليل، وفريق قوي جدا، وفريق له اسمه وبيتصرف عليه في السنوات الاخيره يا محمد مبالغ كبيره. فمجموعه هي، وكان بيدربه الكابتن اسامه نبيه. صحيح. انا بصراحه المجموعه طبعا شباب بلوزداد طبعا فريق له تاريخ كل حاجه، بس حتى هم كان معهم المدرب البلجيكي اللي كان بيدرب بس هم اقالوه منذ ايام قليله، وهيجيبوا جهاز فني جديد. مجموعه ولا هي ولا نهولها ولا نهونها، انا في وجهه نظري مجموعه متوازنه، عايز تركيز، وكمان خلي بالك برضو مباريات الخارجيه بتاعتها هتبقى مش طيب سهله. جماهير الاهلي بتتفائل بالمركز الثاني. نعم. انت تحب تبقى تاني فيها والله تطلع اول. والله بشوف طبعا في السنوات الاخيره النادي الاهلي توج بالبطولات لما بيطلع مركز تاني وصيف في المجموعه عامه، يعني كده وكده احنا الاول بس نشوف الدنيا ماشيه ازاي، البشاير بتقول ايه، البوادر، ان احنا لسه برضو قدامنا شويه عشان نبدا لسه على 25-11، لسه شويه، خلونا الاول بس نركز ان شاء الله الفتره الجايه مع دوري السوبر الافريقي، وان شاء الله باذن الله الاهلي النادي الاهلي يتوج
باول نسخه له، وبعد كده بقى نفتح ملف دوري الابطال. اكيد. طيب النهارده عندنا جزئيه مهمه جدا متعلقه بانطونيو مودست المهاجم الفرنسي للنادي الاهلي. كريم محضر جزء رقمي يمكن تباينت الاراء ما بين محللي الكوره والنقاد الفنيين اللي بيتكلموا في الكوره تحديدا في الاسئله التحليليه، ولكن الكل اجمع على فكره مش تقييم مودست دلوقتي، لكن النهارده كريم محضر ارقام مهمه جدا ممكن توضح لنا الفتره القادمه موقف مودست، الفتره الحاليه هل راي الجمهور راي مقنع ولا لا؟ كريم بص يا محمد، احنا فعلا مودست لما جه النادي الاهلي طبعا يعني جبت مهاجم من البوندس ليجا ومهاجم واسم كبير، اسم معروف في العالم، ولغايه دلوقتي بكل ان كان يعني قلنا بكل صراحه لسه الناس مش راضيه، الناس لسه مش راضيه عن الشكل، خصوصا ان مودست ما بيظهرش كتير. طبعا الامانه اللمسات عمل كامل لما الكره بتجيله بيعمل لمسات كويسه، وعنده طبعا احنا كان انا اسف يعني لعيب اكيد تاريخ، بس احنا برضو بنتكلم على اللي احنا شفناه. احنا عايزين نجاوب للساده المشاهدين ونقول لهم دلوقتي مودست فين، وفي وجهه نظري انا الشخصيه الفنيه البحته الفتره الجايه استنوا منه ايه كويس وتحاسبوه على ايه، عشان برضو بكل امانه ولا تحاسبوا ان انت مستني منه مثلا يعني مثلا نسخه من تحركات وليد ازارو، وفي نفس الوقت هم الناس مش عايزه تشوف بكل امانه نسخه تانية من مروان محسن او الشكل بتاع المهاجم الكلاسيكي. طيب خلونا نبدا بالارقام. الارقام بتقول ان مودست لعب مع النادي الاهلي 3 مباريات، اول مباراتين لمس الكوره فيهم بمعدل من 16 ل 20 مره، وده رقم قليل جدا. رقم قليل. المباراه الثالثه قدام النادي الاسماعيلي لمس الكوره من 8 مرات ل 10 مرات، فالنسبه بتقل. طيب انطوني مودست هو على الورق راس حربه صريح رقم 9، والنادي الاهلي مع مارسيل كولر بيلعب تقريبا بطريقتين. طريقة الديفولت هي 4-3-3، لكن التنفيذ في الملعب هي 4-1-4-1، لان مارسيل كولر بيلعب بيه هاف ديفندر بيأخر لعيب واحد وبالاثنين اللي معاه التمام، مارسيل كولر ما عندوش 10 بيقدمهم قدام عشان يعمل كثافة عددية في الخط الامامي. انطوني مودست انا بقول لك بكل امانة في الوقت الحالي هو لحد ما لسه مش عارف يتماشى مع الطريقتين دول، ان هم مش مناسبين ليه. هو مش المهاجم اللي بينزل بره منطقه الجزاء ويستلم ويلعب ويتحرك ويلف ويعمل سكريننج، ان هو حركته واضحه ان هو لحد ما حركته بيتمشى اكتر ما بيجري في ارض الملعب، وبالتالي بتخليه عنده ازمه. موضوع التمشيه كتير ده يا محمد بيخليه عنده مشكله في ان هو يلاقي المكان المناسب لزمايله كتير، فبالتالي اختيارات زمايله في التمرير بتروح للي بيتحركه اكتر واسرع. هل معنى كلامي من انطوني مودست مش هيبقى عنده حاجات ايجابيه للنادي الاهلي؟ لا، اوعى تستعجل، اوعى تستعجل. ليه؟ بس اللي يسمعك يتخض من الارقام. لا انا بقول لك اهو، اوعى تستعجل. اوعى تستعجل ليه بقى؟ ونفتكر مع بعض كده. انا في وجهه نظري الشخصيه انطوني مودست هيبقى مفيد جدا 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 للنادي الاهلي في المباريات المخنوقه، خصوصا في التوقيتات الاخيره، والتوقيتات الاخيره دي هتاخدنا الحته اللي نتكلم عليها. مثلا مباراه اتحاد العاصمه، مباراه السوبر الافريقي، نادي اتحاد العاصمه قدر يجيب فيك هدف في نهايه الشوط الاول وفضل خانقك الشوط الثاني. لو كان معاك لعيب زي انطوني مودست كان ممكن وجد لك حل في ايه، في محطه اللعب. ونفتكر مارسيل كولر عمل ايه، نزل ياسر ابراهيم مساك وقدم محمد عبد المنعم عشان يعمل له موضوع البرج، انه ينزل الكوره، ان كان صلاح محسن قصير وكهرباء ما بيعملهاش. طيب فانا في وجهه نظري الشخصيه انطوني مودست هيبقى مفيد للغايه اذا التزم او طلب منه الاتي: واحد، يلعب في طريقه لما النادي الاهلي طريقته تتحول ل 4-4-2 صريحه في الشوط الثاني. نقول ثاني، مودست هيبقى مفيد جدا جدا لما طريقه النادي الاهلي تتحول في الشوط الثاني قدام بعض الفرق، مش كل الفرق، قدام بعض الفرق اللي انت هتتاخر في التسجيل امامها وهتخنقك، وده طبعا هتشوفه في افريقيا في وجهه نظري اكتر من الدوري. النادي الاهلي السنه دي واضح جدا في المنافسه المحليه عمل
أيوشبي عمل فجوه في فجوه حصلت والفجوه بتزيد. فافريقيا لا، افريقيا مش بنتكلم على قوه او ضعف، بنتكلم على اسلوب لعب مختلف، اسلوب لعب مختلف. فمن المرجح انك في الدوري الافريقي الجديد او في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله او حتى في كاس الانديه اللي البطوله دي انت ممكن مش هينفع تهاجم فيها، اسلوب لعبه في كاس العالم انديه يختلف، هيختلف عن اسلوب لعبك في افريقيا وعن في مصر. فساعتها هتحتاج محطه لعب تسند عليه ويبدا يحرك، ونظرتك انت ليه وتقييمك لانطوني مودس ساعتها هيختلف تماما، وانت بتقيمه قدام فريق انت عايز تنزل تكسبه سكور، لان الفريق انت عايز تكسبه سكور انت عايز المهاجم يعمل ايه؟ يتحرك كتير ويديك بقى اللمسه والمش اللمسه والمش والكعب ومش الكعب وبتاع. لا، في الماتشات الثانيه انت هتوافق ان انطوني مودس يلمس الكوره عدد معين بس تبقى لمسه افشنت جدا او مثمره، لمسه مثمره. طيب اللي انا بقول لك يا محمد يعني ايه؟ يعني ان في بعض الاحيان، في بعض الاحيان وربما تبقى كتيره شويه الفتره الجايه، ان انطوني مودس ما يبداش، يقعد على الدكه وتستنى تشوف شكل الماتش ماشي ازاي. بعد ما تشوف ماشي ازاي تبدا تدخله كحل ليك اذا الماتش اتأزم، زي بالظبط بالظبط ماتش حد العاصمه. لو معاك انطوني مودست وحطه على الدكه هتنزله اخر نص ساعه بس تلعب بايه؟ باتنين، تلعب باتنين سترايكرز وتغير اسلوب لعبك، مش هينفع نلعب من العمق، هنخترق من الاطراف عشان نرمي الكروسات. تيجي اوريها لك؟ يلا بينا. تعالى اوريها لك عشان يبقى الكلام واضح بالامثله. يعني ببساطه النادي الاهلي دي طريقه لعبه، ادي الاربعة واحد اربعة واحد تمام، بيلعب اي فريق في الشوط الاول. الشوط الثاني تخيلوا معايا كده يا جماعه، الشوط الثاني الفريق ده عمل زون ديفنس، زون ديفنس يعني بتلعب ايه؟ 6 3 1. اتحاد العاصمه قدامنا لعب في الشوط الثاني 6 او 6 4 0، رصلك سداسيه ورا عشان يقفل لك الدنيا، وما لعبش بمهاجم وسابك. ده شكل الشوط الثاني بقول مثلا يعني، وده احنا ساعات بنشوفه زي لو تفتكروا الكابتن طارق العشري هو الدوري يعني لما بيكون الفرق عندها بعض اللعيبه الكويسه ويقدروا يصمدوا قدام 45 دقيقه الاولى قدام النادي الاهلي. الاهلي بيلعب كده 4 1 4 1 قدام 6 4 0 بيعاني. ليه؟ مش عارف تخترق، ولما بتوصل حتى تلعب كرات عرضيه العد الكبير ده بيقفل لك الدنيا. طيب يبقى نعمل ايه بقى؟ ببساطه الخطه تتقلب ل 4 4 2 في الحاله الهجوميه على طول، دول بيخشوا جوه منطقه الجزاء ودول بيرجعوا، كل ده هيرجع وده هيقفلك وده هيطير هنا وده هيرجع وده هيتقدم. وساعات بتلعب النادي الاهلي بيلعب بيحط تيم ماسكين بتوعه هنا اهو، بيبقى ده الشكل. اعتقد اتحاد العاصمه لو نفتكر مع بعض كان ده دايما شكل الشوط الثاني، الاهلي بيلعب باتنين يعني بيقدم بس لازم جوه منطقه الجزاء تلعب حط اتنين منهم انطوني مودست وجنبيه مثلا كهربا، اتنين طوال، وتبدا تغير اسلوب لعبك انك تلعب كرات عرضيه كتير، تلعب كرات عرضيه كتير. ساعتها هتشوف نجاعه اكبر لمودست، لان مودست ساعتها يا محمد مش هيلعب بره منطقه الجزاء. بره منطقه الجزاء واضح هيدخل في الصندوق مش بتاعته، بره منطقه الجزاء مش بتاعته، جوه منطقه الجزاء الناس هتبدا نظرتها ليه تختلف. وكمان في مونديال الانديه لما نروح بقى ونشوف ازاي النهارده النادي الاهلي هيلاعب فرق زي اتحاد جده، وان شاء الله ليه لا نلاعب بطل الكوبا ليبرتادورس اللي احنا ما نعرفوش، وان شاء الله كمان نشوف مانشستر سيتي ليه لا. طبعا ساعتها مع كامل احترامي انت مش هتلعب على استحواذ، لا خالص مفيش استحواذ مع الناس دي، والماتشات الكبيره دي ممكن تظهر امكانيات مودست اكتر. برافو عليك، عكس لما يلعب الاسماعيلي او يلعب المصري او المهم ان احنا نحط له جوب ديسكريبشن زي الوظائف لما بنتكلم على الوظائف. جوب ديس ايه المطلوب منه؟ لو انت منتظر من مودست يبقى نسخه من ازارو انسى انسى، مستحيل رابع المستحيلات، مش هو الستايل ده، مش ستايل المهاجم ده. ده راجل مستني العرضيه ومستني لمسه جوه منطقه الجزاء ومستني طريقه لعب مختلفه. لحد ما لما هو يبقى وحيد يا محمد صعب، لان الاطراف احنا خلي بالك النادي الاهلي معظم القائمه بتاعته جناحات،
بالظبط الاجنحه النادي الاهلي ما فيش خيارات اكتر في الاسترايكر جناحات احنا جناحات فالجناحات عايزه سرعه حركه ودايما حركه بدون كوره مودوس ما بيتحركش بدون كوره كتير ده بدليل الارقام اللي انت قلتها الارقام قليله جدا ده اللي احنا شفناه فعشان واحد ولا تبقى ظالم ولا تبقى يعني مهول له الدنيا طيب نقطه مهمه جدا قالها كريم كناحيه رقميه انتوني مودست فين دلوقتي واللي جاي قدام ممكن انتوني مودست تاخد منه ايه يلا بينا فقره السبوره لان كريم اتكلم في حاجات تكتيكيه مهمه جدا بس مهم نشوف حالات مهمه ايضا في مباراه الاهلي والاسماعيلي ودلوقتي معادنا مع فقرة السبورة زي ما انتوا عارفين فقرة السبورة بيبقى فيها أمور تكتيكية خاصة بالأمور الفنية في مباراة الأهلي النهاردة هنتكلم على مباراة الأهلي والإسماعيلي مع زميل العزيز كريم سعيد كريم عندك ايه فقرة السبورة؟ طبعا يا محمد كعادة مباراة الأهلي والإسماعيلي أكيد بيبقى فيها حاجات تكتيكية سواء بنتفاجئ بيها أو بتبقى غريبة علينا من مباراة الأهلي والإسماعيلي السابقة المباراة دي أنا فاجئت بكل أمان على المستوى الشخصي فاجئت إن الكابتن إيهاب جلال كان بيلاعب النادي الاهلي هو شايف النادي الاهلي طبعا مستوى النادي الاهلي بقاله مع مارسيل كولر من السنه اللي فاتت المستوى بيتطور وسرعه اللعب بتزيد جدا لقيت الكابتن ايهاب جلال بيلعب بهاي لاين ديفنس من نص الملعب حاطط الرباعي الدفاعي بتاعه بالظبط في يعني الثلث الاول من ملعبه وعايز يقلل مساحه التمرير على النادي الاهلي طبعا طريقه خطره للغايه وببساطه نتج عنها النادي الاسماعيلي استقبل 3 اهداف في 65 دقيقه النادي الاهلي شفنا محمد سرعه التمرير في وسط الملعب وشفنا وعايز كمان نتكلم بالتحديد على الهدف الاول والهدف الثالث خصوصا لمسه امام عاشور ولمسه رضا سليم وازاي ان هما بيفكوا اي تكتل دفاعي اوكي انت فكرتك انت عايز تقلل مساحه اللعب عليا ببساطه معايا لعيبه حريفه لعيبه كويره بيبداوا في لحظه تمريره واحده او حركه واحده بيعملوها بيفكوا كل حاجه شفنا الكعب اللي عمله امام عاشور في الهدف الاول حسين شحات كان انت شايف قبل كعب امام عاشور شايف زحمه في زحمه والاهلي عمال يدور الكوره فجاه امام عاشور خد المساحه دي عمل الكعب خلاص طيب عايز اروح بقى للهدف الثالث برده كان في زحمه في الاهلي في الشوط الثاني في الجبهه دي رضا سليم بكره واحده فك لطاهر محمد طاهر الزحمه وخلاه يروح ما يشبه الانفراد ده محمد طاهر فضل ان هو يلعب الكره العرضيه عن ان هو يسدد تعال بقى اقول لك كمان ان عيب الطريقه اللي لعب بيها كابتن ايهاب جلال في حاجه تانية ان خلت احمد نبيل كوكا يعمل ثرو باس تقريبا من 40 او 50 يارده تتكلم الكوره يعني ضرب بيها خطين كاملين بلمسه واحده فرقه النادي الاهلي لاعب واقف هنا اهو معاه الكوره ولاعب قطع له حسين الشحات شاف الهاي لاين ديفنس وراح قاطع من هنا اهو بص كام لعيب اتضرب مش اقل من 7 لعيبه على الخطين اتضربوا بتمريره واحده لان النادي الاهلي واصل من السيطره ومن الاستحواذ ومن القدره الفنيه والتكتيكيه في نص ملعب ان هو يقدر يوصل من نص ملعب المنافس بيه تمريره واحده فدي كانت ابرز نقطه تكتيكيه شفتها في المباراه ان كان في وجهه نظر الشخصيه اختيار خاطئ من الكابتن ايهاب جلال ان هو يلعب بدفاع متقدم لان هو واحد ما تقدرش تجاري سرعه لعيبه النادي الاهلي في وسط الملعب والحاجه الثانيه ما تقدرش كمان ان انت تجاري سرعه مهاجمين النادي الاهلي اول ما هيفتحوا سبرنتات أكيد. معاك في التلت الاخير كريم شرح الجزء التكتيكي الخاص كيف نجح الاهلي في تخطي الاسماعيلي واحراز 3 اهداف بعد فقره السبوره عندنا فقره جديده هنحاول نتكلم في النيوز روم مش في الاخبار نفسها لا فيما وراء الخبر كواليس الخبر فقره جديده في السيزون الثاني من خلال جي ال سي مع يلا كوره برنامج في كتفك يا اهلي يلا بينا في الجزء الاخير من برنامج في كتفك يا اهلي مع جي ال سي ويلا كوره عندنا فقره اسمها النيوز روم النيوز روم مش اخبار حصريه ولا كواليس لا فيما وراء الخبر النهارده هتكلم في 3 اخبار واسمع راي كريم فيهم اول خبر عندنا مشكله في مساله الاجنده الدوليه وارتباطها بمباراه سيمبا اللاعبين الاجانب يلحقوا ماتش سيمبا ولا ما يلحقوش جت من عند ربنا بيرسي تاو مش رايح منتخب جنوب افريقيا اليو ديانج حتى لو راح واتحلت مشكله التاشير هيرجع القاهره ويسافر مع الفريق لكن كانت المفاجاه علي معلول من اليابان لتنزانيا انت بتتكلم مش اقل من يوم ونص او يومين سفر تم حل المشكله رحله ترانزيت واحده يوصل يوم الاربعاء الصبح قبل الاهلي ما يوصل تنزانيا تعليقك ده يؤكد الشغل الاداري للجهاز الفني النادي الاهلي وازاي النهارده
جهاز اداري قدر ان هو يتوصل لهذا الحل الساحر، ان انت توصل اللعيب من اقصى الكره الارضيه لقلب القاره الافريقيه بترانزيت واحد، وبالتالي كده هتقلل المجهود والتعب اللي هيكون عليه. إذن علي معلول في رحلة سفر واحدة ممكن توصل لحوالي 18 ساعة بس برحلة ترانزيت واحدة، مفاجأة، معلول يصل تنزانيا قبل بعثة الأهلي. ده واحد. اتنين، ماتش الزمالك في الدوري كان في مباراة أدارها أمين عمر وفي مباراة أدارها محمد معروف، وحصل تباين في الحالات التحكيمية، خاصة إن على الفار كان في مباراة محمد عادل مع أمين عمر ومحمود عاشور مع محمد معروف. ناس كتير اختلفت في الآراء التحكيمية، كريم متفق إن الفار هنا وهنا كانوا صح. على فكرة وجهة نظر كريم هي كانت وجهة نظر لجنة حكام أفريقيا. تم استدعاء محمود عاشور ومحمد عادل لمباراة السوبر ليج رغم ان هم اصلا خارج قائمة البروفيشنال، وبالتالي لا هنشوف امين عمر ولا هنشوف محمد معروف في الجولة الاولى في مباراة السوبر ليج. مفاجأة دي يا كريم. صحيح، مفاجأة كبيرة جدا، هي عكس الاختيارات اللي اختارها باريرا هنا في مصر، واعتقد محمود عاشور ما بقاش من القائمة الدولية. الدولية اعتقد صح؟ لا هو باعت اسمه في الفار لكن مش حكم ساحة. مش حكم ساحة. اوكي. لا اعتقد هما الاثنين بصراحة اجادوا. اجادوا في الفار. اجادوا في الفار. انا شفت ان الكورتين انت قلت عليهم دول كانت ضربة جزاء نادي الزمالك، وانا في وجهة نظري طرد عواد لا ما كانش طرد صحيح، لان هو فعلا حاول يتفادى المهاجم وما حصلش الاحتكاك، بس ايا كان في كل الاحوال انا اشوف ان اختيارهم للسوبر ليج كان الاختيار الصحيح. اختيار السوبر ليج للحكام دول كان نتيجة وانعكاس ما حدث في مباراتي الزمالك سواء من أمين عمر أو حتى محمد معروف، لكن عموما هنشوف التعيينات الفترة الجاية بتبقى انعكاساتها ايه، سلبية ولا إيجابية. عموما ماتش الأهلي وسيمبا في تنزانيا هيديرها الحكم الموريتاني دحان بيدا، وعلى تقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن براهيم. المباراة الثانية في القاهرة هيديرها تحكيميا جان جاك ندالة الحكم الكونغولي، وعلى الفار اتنين حكام من المغرب عادل زوراك وسمير عريفي، فبالتالي دول حكام مباراة الاهلي وسيمبا ذهابا وايابا، والفار هيطبق في السوبر ليج. اعتقد دي حاجه ممتازه جدا، وان هو البطوله دي ان شاء الله يعني تبقى عارف الانطباع الاول بيدوم. فان شاء الله كل الحاجات بتاعتها من البدايه كده اهو تبقى فير وتبقى عادله، لان انت فاهم طبعا احنا خدنا يعني جولات كتيره في موضوع التحكيم في دوري ابطال افريقيا خصوصا في المباريات النهائيه. اتمنى ان شاء الله ان مساحه الجدل تبقى مقفوله تماما في السوبر ليج. اكيد كريم بيتمنى مساحه الجدل تقل، لكن جمهور الاهلي قلقان من التعيينات ديت. نروح للخبر الثالث وده الاهم ونختم بيه النهارده اول حلقاتنا مع حضراتكم. كاس العالم للانديه، اول مباراه للاهلي يوم 15/12 مع الفائز من اتحاد جده واوكلاند سيتي النيوزيلندي. هل تتخيل دلوقتي بعد ما تم طرح دفعتين من التذاكر جماهير الأهلي في الاستاد الجوهرة المشعة قد تقترب الآن من حوالي 15,000 مشجع؟ الرقم أكيد طبعا كبير، وأعتقد كمان لسه التذاكر لسه في دفعات تانية هيتم طرحها خلال الفترة الجاية. الفيفا على عادته ما بيطرحش التذاكر كلها مرة واحدة، هو بيطرحها على مراحل معينة، بس أنا أعتقد إن شاء الله بنهاية بقى آخر تذكرة هتتباع أعتقد جمهور النادي الأهلي هيتعدى نص الملعب أكيد. بالكامل. نقول لهم مفاجأة نختم بيها؟ يلا بينا. ال15 دول مش حجز الجماهير، لا ده نجاح إدارة الأهلي في إن هي قدرت تستحوذ من الفيفا على 15,000 تذكرة. في الدفعة الأولى كانت 10,500 وفي الدفعة الثانية كانت حوالي 3,000 تذكرة، وفي عدد من الدعوات في بعض الدرجات، فدي 15,000 غير الجمهور اللي بيحجزوا. فأعتقد هتبقى في مفاجآت مع الدفعات الثانية. نعدي النص، نعدي 50% من الاستاد إن شاء الله، مساحة الاستاد كله. ممكن نشوف 30,000؟ لا يا ريت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كريم انا بشكرك. شكرا محمد، شكرا جزيلا. بدايه موفقه باذن الله، وان شاء الله تكون انطلاقه قويه للاهلي وبرنامج في كتفك يا اهلي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.